جميل. تجي محل وتلاقي عندهم نسخ خاصة لبعض الألعاب، يعني تقول أوكي رايق، عندهم بلاي ستيشنات إصدارات خاصة. بس الأرهب لما تلاقي عندهم كل الألعاب، الأرهب تلاقي عندهم كل أنواع الأجهزة اللي مرت في تاريخ الألعاب، جيم كيوب، نينتندو، أتاري تاريخي، كل حاجة يا رجل. حتى الكاتجات جديدة أو يعني مستعملة، مو جديدة بس يبيعوها. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف معكم من التقنية بلا حدود. فسالفة ما فيها، إحنا في محل طحنا عليه في نيويورك، المحل هذا يبيع كل شيء أوريجينال أصلي، واشياء حقت يعني زي ما يقولوا كولكترز، يجمعوها الناس على اساس انهم يا هوين الالعاب يا اللي يجمعوها الناس وشيء زي كذا. فمثلا شوف هنا عندكم هذا ايادي خاصه، لا خلينا على هذا، ذكروا سوبر سكور، هذا اللي ذكروا سوبر سكور، هذا حق نينتندو، هذا اللي هو مسدس حق نينتندو. عندكم اجهزه سيجا ساتر، نيو جيو، بس هذا الجولد لا من العلاقه. في بلاوي خلينا نروح شيء اقدم. اوكي نسخه بيكاتشو، نسخه بيكاتشو نينتندو 64، عندكم نينتندو هذا اللي قبل، عندكم سوبر نينتندو، اتاري، فاميلي كمبيوتر، العائله اوريجينال، عندهم اشياء لليل. احلى شيء نشوف الاجهزه اللي قاعدين يصلحوها. اوكي هذيك اللي قاعده تصلح، عندهم العاب واجهزه من كل مكان. هذه عندكم هنا كاترجات، شوف واحد قاعد ياخذ سوبر نينتندو، هذه كلها العاب سوبر نينتندو، الاسعار عندكم تتراوح تختلف، في اشياء نادره تلاقيها زي هذه القطعه اللي تحول لك بين البال والان تي اس سي. عندكم السوبر بوي، شوف اللي موجود فوق سوبر بوي موجود هنا، موجود عندكم الجن اكس اللي ذكره، موجود عندكم جينيسيس حق السيجا، جينيسيس حق السيجا موجود هنا. واي حاجه قاعدين نسال عنها يقول عندي جيم كيوب، عندي هذا كذا عندي. فبعدين انت يبغى لك تجي هنا تصير تشوف بالضبط ايش اللعبه المناسبه لك او اللي انت قاعد تدورها. بشوف الاسعار، حتى بعضهم 14 دولار بعضهم غالي على حسب اللعبه وندره اللعبه. شوف هذا مورتال كومبات، خلنا نقرب لكم شوي على شوية الألعاب قد أوريكم إياها. مورتال كومبات هذي بيلي أعرف وش القسم هذا أصلاً، أي ألعاب أي أجهزة. أوكي هنا في، لا وحاطين لك على أساس فول اتش دي تي في هنا، قاعدين يعرضوا عليه بعض الدعايات وألعاب أول تعرفهم هي كانت تعرض بعض الدعايات أو ما في فول اتش دي. سوبر نينتندو، الناس اللي ماسك المحل هنا حتى خبيرة في كل الأشياء هذه، فتسألهم عن تايتل، تسألهم عن حاجة، تسألهم عن شيء، كله عارفينه. في الأسعار، شوف الأشياء، ألعاب نينتندو هنا، الفيتا، وهنا ألعاب الأتاري. ذكروها الألعاب زي دي أتاري، كلها موجودة ألعاب الأتاري هنا، على 9 دولار وأغلى. هذه أنا ذكرها أوربن سترايك، هذه كانت موجودة على البي سي، كانت نازلة على أكثر من كونسول، هذه حقت الجينيسيس الظاهر، هذه الألعاب. هنا في كل شيء تبيه، من اكسسوارات، من اشياء، من اصدارات خاصه للاجهزه للالعاب. فنجي هنا ونضيع، نجي هنا ونضيع. ما ادري ايش طلعتكم السقف، حتى الاشياء الجديده، النسخ الخاصه، البلاوي الخاصه، كلها موجوده. وفي ناس تجي تشتري اي شيء، اوكي، وفي برضو نسخ خاصه واشياء خاصه واصدارات خاصه، وعندهم الوي، عندهم الى الاخر، عندهم اشياء بي اس 4 عاد ما ادري، وشو فيه. اوه شوفوا هنا يا شباب، شوفوا هنا. نسخة بيكاتشو، عندكم الأشياء الباقية، هذه كلها النسخ اليابانية، بلايستيشن 2، هذه كلها النسخ اليابانية اللي موجودة 20 سنة، بلايستيشن 4 أقصد معناها، بلايستيشن 4 ذهبي خاص بتاكو بيل. هذا حق تاكو بيل يا شباب، يعني زي هارديز عندنا حق أيام أول. إيه هذا اللي مسوينه روبوت على أساس تتحكم فيه بلعبة نفسه، نزل مع نينتندو فقطع تصير تركبه على النينتندو. 30 سنة موجود عندنا، وكل شيء للبيع، ما في شيء اللي يبيعه. اوكي ده شيء موجود، شوف العاب مستخدمه بس اسعار بعدها، كل شيء موجود. هنفوكس على الالعاب مش على الازاز. المهم خلينا نختم سلطان، الله يعطيك العافيه فيصل، انا مالي خبره بس انه يعني الله يعطيك العافيه، شكرا لكم وان شاء الله كانت زيارات جميله وكل الشكر لفيصل. اسال شيء، المهم اشوفكم على خير. سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.